اسافر اشوف ناس اتعرف على ناس التقي بناس ممكن انسى كل الناس لكن لا يمكن انسى اعز الناس يا حبيبي يا غليل وحشني يا حلوين لو اغمض واخلف لو اغمض تعالي على طاري اخلف احسن فرصه نتكلم عن الخلفه شوف الخلفه لما تنقطع شلون الواحد يختفي مره واحده عن الدنيا نعم ابله نعم انا شفتك في التلفزيون وجاي عشان سلم عليك شفتيني في التلفزيون ليش عمرو دياب مضرب انا شو تشوفيني بالتلفزيون منو انتي انا ما اشوف ايفانوفا مش فاكره
لا انا ما راح اقعد ولا دقيقه، انا ماشي هلا. لحظه لينا 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 حبيبي لينا يا عمري، لك شو بكي؟ خليني فاهمه، انت نصاب عالمي وكذاب كمان، وانا مش ممكن اعيش مع واحد سافي. هلا شو بنا شو بنا؟ اي شو هالحكي لينا لينا؟ طب مش كرمالك كرمال الباب اللي بدك تخلفيه؟ فرجيني وين بدك تخلف، من الصين من الهند من جنوب افريقيا؟ لينا حياتي خلص والله انا تعبت يعني خلص، انا صدقيني ما عندي غيرك انت وبس. انا رايحه على الاوتيل وبكره الفجر اروح على بيروت. لا 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 لينا 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 لينا, لينا. الله يخرب بيتك يا عادل نور، وشك فع. ايه مالها المدام زعلت ليه؟ زعلت ليه؟ طبعا تزعل، تزعل لان كل اللي كنت اعرفهم الاول طلعوا لي مره واحده كده زي الاشباح. غريبه يا اخي، اشمعنى كلهم جم المطعم النهارده بالذات؟ ما هو عشان البرنامج الهباب ده بتاع الهوا ده، البرنامج والوزيعه هم اللي ودوني في داهيه. شوف والله انا يعني البنت دي انا يا دوب لقيتها واتجوزنا والحمد لله كنا مرتاحين سنه كامله، لفينا العالم كله هنا وهناك، وكنا قلنا بقى ايه ختامها مسك نيجي مصر بقى ام الدنيا علشان اقدر اكلمها في موضوع الخلفه. بس اللي حصل يا راجل انت ايه ليه عملت فيا كده؟ اسمع بس انا مش قادر افهم مالك بقيت خفيف كده، ده احنا لما كنا في ايطاليا يا راجل كنت بورم وجامد. دي حاجه تانية خالص، لينا دي حاجه تانية عن البنات اللي عرفتهم دول كلهم خالص، دي بنت مخها حجر ما عندهاش تفاهم. طب ما تزعلش روحك، كل حاجه وليها حل. تعال يلا اخلص، شلون نحلها يا عبقري؟ انتوا نازلين في اهلي اوتيل ولا اقول لك اطلبها لي على موبايلك؟ اطلبها، حتى لو بطلبها حتى لو بطلبها ما راح ترد، ما راح ترد عليك ابدا. بس اديني نمرتها، اديني نمرتها. انت طول عمرك بتقع على دور رقبتك وانا اللي بشيلك. اه طبعا. شوف انا راح اسكر ودوني عشان لا سمعك وانت تتهزق. اخرس خالص وتعلم. مدام لينا، انا عادل نور صاحب مطعم تشيتر. ايوه بس بقول لحضرتك، ايوه ما هو فهميني بس اسمعيني بقى. عبد القادر مظلوم، اصل انا مع عبد القادر اصحاب قوي زي ما انت عارفه، ودايما متعودين مع بعض ان احنا نعمل مقالب يعني. فانا لما لقيتك كده بتغيري عليه قوي قلت اعمل فيه مقلب يطلع من نافوخه. لا 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 لبنانيه ايه دي؟ لا لبنانية ولا تعرف حتى لبناني، دي ممثلة كومبارس جايبها ودافع لها قرشين عشان تمثل الدور ده. والسورية واليونانية والروسية، ها؟ ما انكرش ليه؟ عشان حمار. لا قصدي يعني هو اصله ارتبك قوي قوي عشان عامل لك ألف حساب. يا لينا والله انا ما كنت اعرف ان هو بيحبك للدرجة دي. يا عيني ده قاعد قدامي يعيط ويتشحتف عليكي وما كلش ولا لقمه، ما حطش حاجه في بطنه من ساعه ما مشيتي. تعالي بقى اتفضلي المطعم علشان انا هعزمكوا على اكله شعبيه مصريه هتاكلي صوابعك وراها. ايه رايك في اكله كشري؟ لا لا ما احنا عندنا كشري رجيم، رز رجيم ومكرونه رجيم وعدس رجيم وتقلية رجيم. خلاص بقى يا نست الكل احنا في انتظارك. شوف اهي مراتك هتيجي وهتموس على دماغك كمان. يا ابني انا عبقري. مشكلتك يا عبد انك معرفتش تقفل ملفاتك القديمة، ودي مشكلة اي راجل له حياة قبل ما يتجوز، فجأة تلاقي الاشباح والعفاريت طلعت. ايه يا عم ده؟ ايه حكاية؟ ايه يا اخويا انت بقى بتتدخل في حياتي ليه يعني؟ انا فندم شريك عادل بيه هنا في المطعم بنسبة 6%. لا وايه نجاتي، ده خبرة كبيرة، متجوز لوتس بقاله 25 سنة بلا توقف. انا فندم لما تشرفت بزواجي من السيدة لوتس من فترة طويلة الحقيقة عملت كشف كده لأسماء كل الحريم اللي عرفتهم قبل الجواز. ساعتك ممكن تعرف ان اي قصة من دول القصص الشبابية قصص الحب الغابرة دي ممكن تقلب حياة الراجل إلى جحيم، وما فيش ست في الدنيا
تغفر لجوزها اي قصه حب قبل الجواز. اي ست في الدنيا بيتهيأ لها ان جوزها ده نزل من بطن امه عليها لازم. طب الكشف ده بقى يا استاذ عملت فيه ايه؟ لا انا باين ان انا قاعد مع اتنين مش عاديين خالص يعني. يا باشا بلا فخر انت معاك ريا وسكينه الجداد. انا قتلت كل علاقاتي القديمه، مسكتهم واحده واحده. قلت لهم بصوا بقى بقول لكم ايه، انتوا لا شفتوني ولا شفتكم ولا عرفكم ولا عرفتوني، انا دلوقتي اتجوزت وفعلا حياتي بقت سعيده. كل بقيت اخرج في اجازتي السنويه انا ولوتس هاني ونروح جنينه الحيوانات الاقي كل الستات اللي انا عرفتهم ولا واحده فيهم تكلمني. خلاص كل شيء بقى عادي، لا شفنا بعض ولا نعرف بعض. طب يا عبقري دلوقتي عبد مراته لينا جايه، عاوزين نرسم خطه ما تخرش الميه. اوكي انا بقول ناخد السيد عبد ونلف بيه المطعم بالطريقه البوليسيه، نعمل كشف بوليسي ونكشفه على واحده واحده ست في الصاله، ونقفل الصاله ممنوع دخول حد لحد ما نطمن على اللي موجودين ويحاسبوا ويمشوا. بالطريقه دي يبقى احنا من حقنا ان احنا نحافظ عليه داخل المطعم، اما هو بره المطعم هو حر هو وحظه. طيب انا عاوزك بعد ما تخرج تبعت الراجل بسباص. ها ساب الدوارة؟ أعوذ بالله ليه؟ ما هو ده الجزء الثاني من الخطة. حاتشيك نجاتي حاتشيك اسمعني عاد عاد اللي قاعد يخربط واللي قاعد يسوي لنا مشاكل. أنا ما صدقت على الله إنه لينا توافق. بليز الله يخليكم أوعى يطينها. سيد عبد القادر أنت بتشتغل مع أكبر جهاز مخابرات في العالم، مرات سعادتك لازم تخرج من هنا وهي متأكدة ان ولا واحدة من اللي انت شفتهم ليك علاقة بيها او تعرفها نهائي. تفضل. ثابت بيه لو سمحت. امر يا مستر نجاتي. عادل بيه عاوزك. لا لا مش دلوقتي خالص يا عم، تعالى بس. هي انت يعني مش قادر ارحم نفسك شوية؟ هي هتروح فين يا راجل؟ دول زي الحمام يطير ويجي. ها يلا اتفضل روح. تصدق عاد ان هذا ما عنده لا ذوق ولا دم ولا اخلاق. انا قبل شوي قاعد مع لينا مراتي قاعد معاها ويطالعها هو ليزر مو عين صوبنا على طول. تصدق بغيت لبس الكرسي على راسه؟ لا لا حدي نفسك. سامي البيت ده راجل نسمه، وبعدين هو ما يصوتش عاكس ما بيعرفش عاكس ملوش دعوه، هو بس رقبته مش غضاريف زينا، راسه متركب على رمان بيلي فلو بص يمينه ما يقدرش يرجع، لازم يلف 360 درجه. انا مره جاي احضنه وابوسه بقي جاف قفاه. اتفضل. يعني ما بيظهروش الا لما مراتك تبقى موجوده. اشتغل. يا نجاتي انت بتدور على حاجه؟ سياده المستشار احنا بتدور على الملفات القديمه، يمكن يكون في ملف مفتوح هنا ولا هنا. ملفات قديمه هنا في المطعم؟ هي بتتفتح الا هنا في المطعم. شوف يا نجاتي الملفات القديمه ان وجدت ما بتسقطش بمضي المده. طب والعمل يا سياده المستشار؟ مفيش قدامك غير انك تسدد اللي عليك اول باول. نجاتشيه
نجاتي، مين الأستاذ اللي هناك؟ ده سيادة المستشار. سيادة المستشار؟ طب إيه حكاية الملفات القديمة؟ يا عم ملفاتك القديمة، ملفات بتتفتح وملفات بتتقفل. اصحى بقى وركز معايا وخد بالك من الترابيزات واحدة واحدة وركز وشوف. بص على اللي هناك دي كده، البلوند دي تعرفها؟ أنا حتى لو أعرفها، حتى لو أعرفها، عمليات التجميل خلت شيء؟ الناس كلها على طول، كل البنات بيروت يومين عملية تجميل ولا شكل ثاني نهائيا. أنا عندي واحد صاحبي مرة لاحق واحدة من مكان لمكان بالسوق، وراه وراه يا حلوة يا أمورة، طب خذي الرقم، طب خذي النمرة، طب كلميني، طب مش عارف. خذت الرقم، اكتشف على طول إنها زوجته وتوها طالع من عملية تجميل. وعملت إيه؟ طلقته طبعا. شوف كده، أنا شايف واحدة بتبحلق فيك. يا جدع احنا في ايه ولا في ايه؟ انت مش هتبطل الدق اللي فيك ده؟ ولينا مراتك الست الغلبانه الطيبه. حرام عليك، فكرت لينا حبيبتي والله كده، واخذ ضمير. حرام عليك، في دق ما يبطلوش. اصحى بقى وفوق، ولا واخذ ضمير ولا واخذ قيله. انا مش هعتمد على ذاكرتك ابدا. انت مخك ايه، دفتر؟ تعال يا سيدي تعال. يا هانم لو سمحتي، حضرتك تعرفي الشاب الوسيم ده؟ عبقادر، احنا بنصورك هنا ولا ايه؟ هي هانم تعرفيه ولا لا؟ هو ايه اصله؟ هو عيل تايه ولا ايه؟ ايوه عيل تايه، عيل تايه، وبدور على سدر حنون. حن عليا بقى يا عمي، يا عمي، يا حبيبي، يا ستي. يبقى ما تعرفوش، خلاص ما تبصلوش. يلا. ومين قال لك ان انا ببص له؟ انت بتتبلى عليا. ايوه ايوه اخلص. شوفي، حتى لو ما كنتش بتبص عليا، انا كنت بتمنى انك تبص عليا. بص يا ماما، بص. انا اقول لك على حاجه، انا راجل مع الاسف متجوز، ومراتي اسمها لينا. عبد القادر، انت هتعملها تاريخ. عبد القادر، امشي عبد القادر. حضرتك تعرفي الشاب الخجول للوزيب ده؟ لا، هو ماله ده؟ هو فقد الذاكرة ولا ايه؟ فقد الذاكرة. جئت لا اعلم من اين، ولكني اتيت ولقد ابصرت قدامي نجاتي فمشيت. لا لا لا، انت مطرب؟ مطرب، انا عندي 36 فيديو كليب، ولا واحد فيهم ضرب والله الحمد. الله، ايه ده؟ مش ممكن وشك فيديو كليب؟ مش فيديو كليب، وشك فوتو. اشوف. لا لا، فنانة على طول. شوف كلمة زيادة، هبعت اجيب مراتك هنا وتبهدلك. يلا يا سيدي، يلا شوفي لك بقى منتج تاني. يا عمي يلا، خد يا منتج. اقعد هنا على الكرسي ده، مش عايز شقاوة بقى. ما تفضلش تطلط، اقعد على الترابيزة كده وركز. لما تطلب حاجة ترفع صباعك، عايز مراتك تيجي تلاقيك قاعد في منتهى الأدب. حاضر يا عبلة نجاتي. أقول نجاتي؟ نسينا اللي هناك؟ أنت تعرفهم؟ والله أنا لا ما أعرفهم، بس يمكن أهما يعرفوني. وانا ما اعرفش لا حضرتك ولا حضرتك. ما احنا عارفين ان حضرتك ما تعرفناش. طب انتوا بقى عارفين منين؟ مش حضرتك نبيل شعيل؟ لا، ده الشاب خالد. يا حبيبتي، ده لا الشاب خالد ولا الشباب نبيل شعيل ولا الشاب قرقيعان، ده الشاب عبقادر. ولو سمحتوا، مراته ست عصبيه جدا، لو جت وشافت حد بيكلمه هيبقى ليلتكم مش فايته. ارجوكوا لما تيجي الست بتاعته لا حد يتكلم ولا يبص له ولا يعرفه ولا كأنكم شفتوه خالص. اتفضل يا سيدي، خليك قاعد شويه. استنى، انت ما ينفعش تقعد في المنطقه دي خالص، المنطقه دي بقت ملغمه ومشمومه. يا ابراهيم،
افندم مستر نجاتي، النهارده ما تدخلش حريم جداد، خلاص احنا ما صدقنا امننا المطعم. فضل تحت امر سعادتك. اتفضل يا اخوي. كافي اماكن مش كده مليانه اهي، شايف كلها مليانه. تعال اتفضل اقعد. حاج بص هنا عبد القادر عبد. ايه ده كيمو كمال حبيبي؟ هلا هلا. الله 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 الله. بتعرف رجاله كمان؟ لا كمان حبيبي، هذا ابوي ايام الدراسه. كمان شو اخبارك حبيبي؟ واو ايام الدراسه كلها كنا فيها مع بعض انا وكمان. انت عرفت زي اننا هنا شفتك في الاعلان بتاع المطعم في التلفزيون فجيت لك على طول. ايوه شفت الاعلان مال التلفزيون سوا. معقوله تبقى في مصر وما تكلمنيش يا ند؟ حبيبي حبيبي كيمو، اقعد 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 اقعد. شوف لنا المترو والنبي صاحبي عزيزي. الله يخليك. يلا بقى المترو. اعمل لكم اثنين سيزرون فو سو في فرونسيز. ايه؟ اسكو نقولوا سيزرون دو دو دو. اوكي. مش عارف ايه بس يلا. اوكي اتفضل. لحظة بس اطمن ما فيش حريم هنا ولا حاجة. حريم ايه؟ لا ما فيش حد بقى. انت مسؤولية اتفضل. هلا والله هلا هلا بحبيبي هلا بصديقي. ايوه كمان اخبارك ايه؟ انا كويس الحمد لله. انا دلوقتي نائب مدير بنك. يا سلام عليك. انا شوف انا طول عمري عارف من ايام الجامعه، انا عارف انك انت نبيه وذكي. وانت يا عبد القادر؟ انا شوف بصراحه انا الحين عندي اكبر مصنع للعب الاطفال في اوروبا، بامبينو. طول عمرك عيل يا عبد القادر. شوف مستلزمات الاطفال من اول ما الطفل يتولد لغايه ما يتحل على المعاش بنتجها عندي في المصنع. طفل يتحل على المعاش؟ تيجي ازاي دي؟ حلو قلت لي تيجي ازاي؟ انا اقول لك، شوف الطفل ترى على فكره مو سن ولا عمر. لا الطفل حاله. يا اخي الناس هذيلا سوري يعني سوري باللفظ يعني هذول الهبل اللي يقول لك والله كبرنا. والله كبرت ايه؟ لا يا عمي استمتع بالدنيا، شوف حياتك، شوف معنى الحياه، عيش الحياه يا عمي. وكلنا راح نكبر بس في النهايه. شوف انا اقول لك على شغله ثانيه. انا شايفني انا؟ شو اللي نجحني بشغلي؟ لانه في جوايا طفل، في جوايا عيل صغير بيبي بيبي. اللعبه اللي احس ان الاطفال ودهم يلعبون فيها انا اصنعها وانا اول واحد العب فيها. تلعب بيها شويه وبعدين تكسرها وترميها. بالضبط. كسرت لعب كتير يا عبد القادر؟ يوف العاب العاب. لحظه انت كمال ايش تقصد؟ اوكي مرسي مرسي شكرا. لا هناك الاول. يلا يلا معلش. اوكي مرسي مرسي حبيبي. قول لي يا عبد القادر، مفيش اي حاجه في دماغك عايز تسالني عنها؟ يعني حاجه زي ايه يعني؟ يا قد ايه الدنيا بتناسي يا اخي. نسيت لميا؟ لا انا والله يا كمال انا كنت حسألك عليها بس المشكلة ان انا متجوز ولسه متجوز يعني وعارف فريش ومراتي مش عارفة ومراتي ست غيورة بس والله انا كنت هسألك عن لمياء. لمياء اخبارها ايه؟ كويس تشتغل معانا في البنك دلوقتي. او واتجوزت؟ لا. ليه؟ ما تعرفش لا ليه؟ ما تتكلم بقى يا ابو كمال. عشان بتربي ابنك يا عبد القادر، عشان بتربي تامر. انا يعني على فكره يعني هي اللي الحت واصرت على الانفصال، قالت لي لازم تيجي تقعد عندنا في مصر على طول. انا ظروفي كانت صعبه شويه ما قدرتش يعني، وبعدين كلمتها قلت لها يا بنت الحلال، قالت لي لا خلاص فطلعتها. تقوم تسيبها بعد ده كله وتسيب ابنك 10 سنين بحالهم؟ ما تحاولش تيجي مره واحده عشان تشوفهم؟ انت ايه يا اخي قلبك ايه؟ لا انا ما سبتهمش. بقول لك ايه يا ابو كمال، انا ما سبتهمش ولا حاجه، انا تركت لهم وديعه وفلوس في البنك يصرفوا منها. انا ما سبتهمش. وديعه ايه وفلوس ايه؟ هي دي الحاجات اللي بيحتاجها الابن من ابويا عبد القادر؟ على فكره استنى استنى بس. لا يا ابو كمال استنى بس، انا من يوم اللي طلقت لميا ما اتجوزتش ما اتجوزتش لغايه بقالي سنه دلوقتي. اتجوزت لينا علشان اخلف منها حته عيل. انا نفسي ابقى اب. انت هتجنني؟ حاجه عجيبه جدا. احنا في مثل عندنا في مصر بيقول ابني على كتفي وانا بدور عليه. فعلا الانسان ما بيحسش بقيمه النعمه اللي في ايديه. انا بقول لك يا ابو كمال، انا لازم اشوف لمياء ولازم اشوف ابني تامر، لازم.
بقول لك ايه يعني، بس مش دلوقتي لان مراتي لينا معايا، اما بقى تروح مراتي لينا اوديهم بعد اسبوع. اوعدك ان انا ارجع تاني وعلشان اشوف ابني تامر. لا توعدني ولا توعد اي حد تاني، ده انت يا اخي 10 سنين ما حاولتش تشوف ابنك، خليك بعيد احسن. ها على اذنك. بقول لك ايه، الكارت بتاعي اهو، يوم ما تحب تشوفهم اتصل بي وانا هوصلك لغايه عندهم. سلام. كمال استنى بس كمال. طب كنت عايز اسالك سؤال، ابني 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 تامر عندك صورته ولا عندك؟ طب عايز اسالك سؤال، قول لي ابني تامر يعني شكله ايه؟ تخين زي، رفيع، طويل، قصير، دمه خفيف؟ مش مكسوف وانت بتسال على ابنك كل الاسئله دي وهو لسه على وش الدنيا؟ طب بيروح المدرسه؟ طبعا. وشاطر؟ الحاجات دي بقى تعرفها بعدين لما تروح بنفسك وتشوف. ومراتي لينا انت مخبي عليها انك كنت متجوز ومخلف؟ يا ابو كمال مش بقولك دي عصبيه، دي ما بتتفهمش. مسكينه. مين اللي مسكينه؟ لينا مراتك طبعا مسكينه، علشان عايشه مع واحد زيك بيكذب 24 ساعه. وطي صوتك ابو كمال، دي دلوقتي هتيجي وهتطين عشتي. ولاميا كمان مسكينه علشان عرفت واحد زيك. ايه ده؟ لاميا مسكينه ولينا مسكينه وتامر كمان مسكين. عملك ايه بس؟ عملك ايه؟ انا مش قادر اركز يعني. انت عايزني اعترف بكل حاجه دلوقتي؟ تبيني اقول لك كل شيء اقوله مره واحده؟ يا اخي اديني فرصه. الفرصه كانت بين ايديك سنين طويله، الحنيه ما تتشحتش يا عبد القادر. يعني لميا مسكينه ولينا مسكينه وثامر مسكين، الان اش اطلع؟ جوزك ده غلبان، لا يعرف ستات ولا له دعوة بحد خالص، ده لما بيشوف واحدة ست بيضحك معرفش ليه. سوري عبد القادر حبيبي، أنا شكيت فيك. شو بيك عبد القادر؟ بعدك زعلان مني؟ طب ما أنت اللي قلت لي إنك بتعرفهم. أنا حبيت أعرف إذا كنت تغارين علي ولا لأ. ولو، إذا عليك أنت ما راح غار، على مين بدي غار؟ آه، من ساعة ما جاب هو كده، شفتي خس إزاي؟ يعني لما جيت كان قرقيعان، دلوقتي بقى قرقيعه واحده. والله لا انا اكله هلا بايدي، بس مش معقول هول اصحابك فظيعين. انا صدقت المقلب. بيني وبينك مش معقول يكون كل هالبنات بيعرفوك ويجوا على نفس المطعم وبنفس الوقت. بس على فكره مهضومه. ها هتاكل ولا اجيب لك واحده ست تانية توكلك؟ والله لو جبت له ستات العالم كله مش ممكن صدق انه حبيبي وجوزي عينه زايغه. أفرجك على مقلب لذيذ قوي قوي، هيموتك من الضحك. شايف الراجل اللي هناك ده اللي حاطط راس فاضيه فوق راسه الاساسيه؟ ايه شايفته؟ خطيبته اللي قاعده معاه دي بتغير على راسه موت. اتفرجي معايا. ثابت، مين دي؟ انت لمين؟ انا لمين يا واطي؟ بعد كل الحب اللي انا حبيته لك ده بتسيبني عشان دي؟ ثابت انت تعرف الست دي؟ بشرفي واخلاقي معرفه. انت كذاب سهير، صدقيني ادي دبلتك. طب المحبس. لحظه انسه سهير، لا ما تزعليش. الانسه دي عمرها ما تعرف الاستاذ ثابت ولا شافته. ده مقلب صغير احنا عاملينه كده عشان الاستاذ ثابت زبون محترم عندنا. حبيبي بشو عم بتفكر؟ انا قاعد افكر ولدي. طب ليه نلخم حالنا بالخلفه والولاد؟ خلينا هيك مبسوطين عن مستمتع مع بعض، منسافر ومنروح ومنجي، بعدين العمر قدامنا طويل، بالوقت المناسب نبقى منخلف. بس انا محروم منك. هالموضوع كتير مأثر فيك. وهو محروم مني. مو محروم منك، انت اليوم مش مزبوط ابدا. لينا انا شوية وراجع. لوين رايح؟ يا عمر. يا جميل. أظن الأمور ماشية تمام. لا والله أخوي عادل. الأمور الظاهر مو ماشية تمام. أنت هتفتري بقى. ما أنا شايف الست عمالة تدلع فيك وتناقشك. ما أنا بشوف كل حاجة من هنا. أنا لازم أمشي. استنى بس، تمشي إيه؟ هو دخول الحمام يا حبيبي زي خروجه؟ ده أنتوا لسه حتى ما أكلتوش. عادل حبيبي. في ملف قديم انا لغايه الان ما سكرته صح، لازم اروح اسكره وارجع. ملف ايه يا عبد؟
ادري، انا حاسس اني انا نذل. لا ما هو انت كده فعلا نذل طول عمرك، بس ايه يعني المناسبه اللي خلاك افتكرت انك نذل دلوقتي؟ عادل، عادل حبيبي، انا عندي ولد، عندي ولد موجود هني، عندي ولد مخلفه في مصر صار له 10 سنين. ها بيتك ومراتك اخويا عارفه الكلام ده؟ لا لا، لينا ما تدري عن شيء، لينا ما عندها فكره عن الموضوع هذا بتاتا. لا ده الامور كده اتعقدت وبقت صعبه قوي. لا يا اخويا اهدى كده، ما تضيعش كل الدنيا في فحص الانفعال. شفت الكارثه؟ شفت الكارثة يا عادل؟ اخ يا القهر، اتحايل على لينا على طفل، وانا عندي طفل عمره 10 سنين. وده يا اخويا لما اقصد افتكرته امتى؟ كمال صاحبي هو اللي حسسني اني انا نذر. عادل الله يخليك، عادل سوي لي شيء، فكر بشيء، انا ماني قادر افكر. الله يخليك اخترع لك اي شيء، يعني ما ادري، فكر، انا مخي واقف ماني قادر افكر. ايوه افكر في ايه بالضبط؟ انا مش فاهم. انا لازم اروح اشوف ولدي ثامر، على الاقل لازم اخلي لينا هني ساعتين اروح وارجع. هتسيبها ساعتين يا اخويا لوحدها؟ دي كانت تتجنن. انا اللي بتجنن، انا اللي مخي وقف. الله يخليك عادل حبيبي، انت صاحبي حبيبي، فكر لي باي شيء، باي كذبه، باي شغله. كذبه ازاي؟ كذبه من عمال اكذب من اول انت ما جيت. برتكب ذنوب. ذنوب؟ حلو، ارتكب. هذا اخر ذنب ارتكبه يا اخي، هذا اخر ذنب. اعتبر ان الذنب هذا هو الذنب الوحيد اللي راح يدخلك الجنه. ذنبي عادل حرام عليك، ذنب لما تخلي ابو يشوف ولده، ذنب لما تخلي ولد يركض في حضن ابوه، حرام عليك. بس لينا مراتك دي هنقول لها ايه؟ يا اخ عبد القادر، يا اخ عبد القادر، انت مش هتبطل بقى البلاوي اللي بتجيلنا دي؟ بلاوي ايه بس يا نجاتي؟ واحده ست سالت عليك، مراتك ندعت لها قعدتها معاها. ست؟ من الست هذه؟ بتقول ان اسمها لمياء. لمياء طليقتي ام ثامر. ثامر هي فعلا معاها ولد صغير، يا ربي الواد شبهك بالظبط. ولدي ثامر. هي طليقتك قاعده مع مراتك؟ غريبه، دول قاعدين زي السمنه على العسل. اسمعيني، انا اليوم الصبح كمان عملوا فيا مقلب، بس انا رح اعمل حالي اني مصدقته انه امشي معهم للاخر. قولي لي، هن اللي قالوا لك تقولي انه انت مرته وانه هذا الصبي ابنه؟ شو اسمه دخلك؟ تامر؟ لا ده مش دور، دي حقيقه، ده فعلا ابني. اوكي انا مصدقتك، بس انت على فكره عامله دورك كتير منيح. دور ايه بس اللي حضرتك بتتكلمي عليه؟ اولا انا مش جايه هنا علشان اقابل عبد القادر، انا جايه علشان تامر يشوف ابو. حبيبي انت شو اسمك؟ تامر عبد القادر. برافو شطور، حتى الطفل عمل دوره كتير حلو، اكيد شكلهم عم بيصوروني. وين الكاميرا؟ عبد القادر تعب، هاي الست عم تقول انه مرتك وهالصبي ابنك، بس عاملين دوره كتير منيح. لينا هانم، هو احتمال يبقى مقلب كبير قوي، بس مقلب كلنا مشتركين فيه، لكن المقلب ده بقاله 9 سنين. اتفضلي معايا. يلا يا تامر يا حبيبي بقى، هجيب لك شوكولاتة عشان انت عملت دورك كويس. لو سمحت يا نجاتي، خلاص خلاص خلاص، كفاية كدب بقى خلاص. لينا انا بالفعل يوم من الايام كنت متزوج لمياء، تطلقنا قبل 9 سنين، وهذا ثامر ولدي. كيف؟ اكيد عم تمزح عبد القادر. المزح تحول الى جد. خلاص لينا، قلت لك ثامر بصراحة، ثامر ولدي. لينا دقيقة واحدة معايا اشرح لك كل حاجة. ثامر انا اسف بابا، انا اسف يا حبيبي، انا مديون لك بتسع سنين من عمري. حبيبي اطلب اللي تبي حبيبي، لو تطلب عيوني انا حاضر، لو تطلب الدنيا كلها اجيبها لك حبيبي. تامر مش محتاج منك اي حاجه، تامر ما كانش عايز غير الحضن ده وبس. انا عن نفسي ما كنتش عايزه اجي لك ولا حتى اشوفك، زي ما انت نسيتنا احنا كمان نسينك. انما تامر كان فاكرك ليل ونهار، شيء غريب جواه كان بينده عليك، كان عايزك
تامر بقاله شهور ما بيضحكش، ملوش سيرة غيرك. والنهارده لما كمال شافك في التلفزيون في الإعلان بتاع المطعم ساب المكتب بتاعه وجالك جري، عنده أمل إن الموضوع في إيدك ويتحل. أنا بابا. تعرفي بابا؟ 9 سنين، 9 سنين كل يوم كنت بحلم بيكي. أمال ما جيتش ليه؟ يعني تقدر تقول مشاغل يا بابا. أهم مني يا بابا؟ مفيش حاجة في الدنيا كلها أهم منك بابا. ماما كانت دايما تتكلمني عنه، وكنت حاسس إنها بتكذب عليا وإنها بتقولي على حد مش موجود. مش موجود؟ لا بابا حبيبي، لا بابا موجود حبيبي، بابا موجود كان قدامك. ها طول بعرض شفتني تخين قد ايه؟ روح ان شاء الله تبقى اتخن مني. تامر لا بابا، لا لا بابا، لا دموع، لا كفايه خلاص. بابا حبيبي، بابا حبيبي، لا انت لازم تضحك بابا، لازم تضحك حبيبي، بلاش الدموع يا بابا يا حبيبي خلاص. معقول يا جماعه؟ معقول؟ معقول يا جماعه؟ معقول انا عندي مصنع كبير يلعب الاطفال، اسعد الناس كلها، اسعد اطفال العالم كلهم، لكن ولدي اللي من لحمي ودمي ماني قادر اسعده. بابا حبيبي، حبيبي بابا، تعال اشيلك، تعال حبيبي، تعال اشيلك، تعال اشيلك حبيبي، اغني لك ولا اشيلك ولا ايش اسوي لك يا بابا؟ اضحك يا بابا، اضحك حبيبي، اضحك يا تامر، رجيل تامر ولدي تامر. ايه يا زرافة مالك؟ مش عارف بصراحة، في ولد حلو قوي واسمه تامر مش ناوي يضحك النهاردة. يعني انت ممكن تضحكيه؟ طبعا ممكن اضحكه. طيب واذا ما ضحكش؟ لا هيضحك. طيب تراهني؟ طبعا هراهن. طيب هيضحك ازاي؟ كده؟ لا كده. لا ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو شاف القطة قال لها بس بس قالت له نو نو راحت القطة مخرمشة ايده لما مسك دلها وادي جزات اللي ما بيسمعش كلمة ماما تقولها لا 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 يا ابني سامحيني
انا غلطت بحق جو حق ولدي، ارجوك تسامحيني. ربنا يقدرك يا عبد القادر وتقدر تسعد تامر. تامر ما فرحش الا هو بين ايديك. وانت؟ انا هتجوز الانسان اللي وقف جنب السنين دي كلها. كمان صح؟ صح. مبروك يا لمى. عبد القادر احنا لازم نروح على الاوتيل بسرعه، لازم نخلف فورا. معقوله؟ شو اللي خلاش غير رايك كذي؟ لازم نجيب خيله تامر. ايه رايك يا تامر؟ انا ماني مصدق، انا اسعد انسان بالدنيا. تفضل يا استاذ كمال، انت قاعد في العربيه ليه؟ خلاص الملفات القديمه اتقفلت، من النهارده ملفات جديده، وما فيش احسن من الوضوح والصراحه. يلا بقى كده اتفضلوا، صوره جماعيه مع بعضيكم. اوكي، واحد اتنين ابدا. يقصف عمرك يا عبد القادر، ما رح اخلص من بلاويك. انت وصلت على اليابان كمان؟ انا عمري لا رحت اليابان ولا شفت اليابان ولا معاذة. دي بقى ملف جديد لسه اتفتح. دي بقى هدية بسيطة من عمكم نجاتي. مظبوط يا صاحبي، مظبوط.